الدروس المهمة لعامة الأمة. الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ويعد هذا الكتاب منهجا في تعليم العوام وتلقينهم أمور الديانة وتعريفهم بضروريات الدين وما يجب عليهم تعلمه من أمور الديانة عقيدة وعبادة. الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. مع الدرس 24. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة: الدرس 17، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال: وأكل الربا. وأكل الربا، والربا من عظائم الذنوب وكبائرها، وهو أكل لأموال الناس بالباطل بغير حق. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال عن آكل الربا: إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالربا من الذنوب العظيمة والموبقات المهلكة ومن موجبات اللعنة والسخط، كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله، وفي رواية: وكاتبه وشاهديه. فالربا من الموبقات المهلكات، ولا يخرج الناس من هذه العقوبة تغيير اسمه إلى أرباح مثلا أو فوائد أو غير ذلك من الأسماء. فالعبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق وإن غيرت المسميات، فإن المعصية لا يغير حقيقتها، أن يغير اسمها. إذا سمي الربا فوائد مثلا، أو سميت الرشوة إكرامية مثلا، أو نحو ذلك، هذا لا يغير الحقيقة، الحقيقة باقية، ومتعاطي ذلك معرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى، معرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى. ويجب على المسلم أن يكون محترزا في هذا الباب، محتاطا، حتى ما يشتبه عليه في هذا الباب عليه أن يتقيه استبراء لدينه وعرضه، ولا يخاطر بنفسه ويعرض نفسه للهلاك حتى فيما يشتبه عليه. يجب عليه أن يتقيه،
كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: والتولي يوم الزحف، أي ملاقاة العدو. والله يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إذا كان التولي من أجل التحيز لقتال، من أجل التحرف لقتال، أن ينحرف إلى جهة أخرى، من جهة إلى جهة، أو ينحاز إلى جهة يعاونهم ويساعدهم، فلا بأس. أما إذا تولى فرارا هذا من الكبائر العظيمة، لأن التولي يوم الزحف أخطر من عدم حضور المعركة والتخلي عنها، لأن هذا يفت من قوة الجيش وملاقاته للعدو. إذا وجد الناس أن بعض الأفراد يفر ويولهم الدبر، يفت من عضدهم ويرخي من قوتهم وهمتهم. ولهذا كان من الكبائر العظيمة، وعد في هذه السبع الموبقات التولي يوم الزحف. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يراد بالمحصنات أي العفيفات البريئات الحرائر، سواء كنا ثيبات أو أبكار، سواء كنا متزوجات أو غير متزوجات. فالمحصنة هنا يراد بها العفيفة، لأن الإحصان يطلق في، أو المحصنة في الشرع تطلق تارة يراد بها العفيفة، وتارة المتزوجة التي أحصنت بالزواج. فالمحصنات أي العفيفات. الغافلات أي عما رمين به، يرمين بالفاحشة وهن غافلات بريئات بعيدات عن هذه الأعمال. المؤمنات أي بالله والعاملات بطاعته جل في علاه، فرميهن بالفاحشة هذا من الموبقات العظيمة المهلكة. قال رحمه الله: ومنها، قال رحمه الله: ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها أي كبائر الذنوب عقوق الوالدين. عقوق الوالدين، والوالدان هما أحق الناس بحسن الصحبة وجميل الإحسان والوفاء، كما قال الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه، وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله وصى بالوالدين إحسانا وحفظا للجميل والصنيع العظيم الذي قدمه الوالدان لولدهما. فالإحسان إلى الوالدين من أعظم الطاعات، وجاء قرين التوحيد في مواضع كثيرة من كتاب الله. والعقوق من أعظم الذنوب، وقد جاء قرين الشرك في القرآن والسنة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فقرن عقوق الوالدين بالإشراك بالله، مما يدل على خطورة العقوق. وعقوق الوالدين مأخوذ من العقل، وهو القطع، لأن الله أمر بالإحسان والوفاء والإكرام والقيام بالواجب نحو الوالدين. فمن لم يقم بهذا الواجب أساء إلى والديه بالقول أو الفعل. فلا تقل لهما أوف، هذا قول، ولا تنهرهما، هذا فعل. فمن وقع في الإساءة للوالدين بالقول أو الفعل فهذا من العقوق، هو من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب
وهو أيضا من لؤم الإنسان، لأن الوالدين من أحسن من قدم أو من أعظم الناس من قدم له معروفا، فكيف يقابل هذا المعروف وهذا الإحسان بالإساءة لهما؟ فإن العقوق لا يقع إلا من ألأم الناس وأشدهم لؤما والعياذ بالله. قال: وقطيعة الرحم، والله سبحانه وتعالى أمر بالصلة للرحم، قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والقطيعة من الذنوب العظيمة والموبقات المهلكة، والشريعة جاءت بصلة الأرحام والوفاء مع القرابة والعمل على الإحسان إليهم، وبل هذه القرابة ببلالها صلة وسلاما وتهاديا ومحبة وصفاء وبعدا عن الإساءة. قال: وشهادة الزور، والزور هو الكذب والبهتان، وقد جاءت شهادة الزور قرينة للشرك في القرآن والسنة، أما القرآن ففي قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وأما السنة ففي الحديث المتقدم، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، شفقة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وشهادة الزور جريمة كبرى، لأن شهادة الزور تضيع بها الحقوق وتؤكل بها أموال الناس في الباطل، وربما تزهق بها أرواح بريئة. وشاهد الزور ظالم من جهات كثيرة، ظالم من جهات كثيرة، ظالم من جهة الكذب، لأن الزور قائم على الكذب والبهتان، وظالم في حق من شهد عليه، لأنه بهذه الشهادة ضيع عليه حقا، وظالم لمن شهد له، لأنه بهذه الشهادة أعطاه حقا ليس له، وظالم أيضا في ما يتعلق بالأموال. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. شهادة الزور فيها ظلم من جهات عديدة، وهو جريمة كبرى، ويترتب عليها من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة ما لا يعلم عقباه إلا الله سبحانه وتعالى. والأيمان الكاذبة، الأيمان الكاذبة أي التي تقتطع بها الأموال بغير حق، أو تنفق فيها الأموال بغير حق. قد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وذكر منهم المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة. ولا يجوز للمسلم أن يجعل الله يمينه لتنفيق بضائعه وسلعه، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لا يجوز للمرء أن يكون متجرئا في هذا الباب، وكلما أراد أن ينفق سلعة أو بضاعة أو غير ذلك حلف. وإذا كان في أيمانه كاذبا فهذه يمين، اليمين الكاذبة خطيرة جدا على صاحبها، وهي من كبائر الذنوب وموجبات سخط الله وعقابه تبارك وتعالى. وإيذاء الجار، أي هذا أيضا من الموبقات، والله لا يؤمن، يقول عليه الصلاة والسلام: من لا يأمن جاره بوائقه، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي أذاه وشره. فإيذاء الجار من الموبقات، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان
أي الواجب عمن يؤذي جاره، قال والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، قد قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وقال في الحديث الآخر: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد كتب رجلا إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن اكتب لي بالعلم كله، أن اكتب لي بالعلم كله. كيف يكون الجواب على هذا السؤال؟ لو أن أحدا من العلماء جاءه رسالة من أحد السائلين أو المستنصحين أن اكتب لي بالعلم كله، كيف يجاوب عليه؟ فكروا معي، لو أن أحد السائلين المستنصحين كتب لعالم رسالة قال اكتب لي بالعلم كله، فكتب إليه ابن عمر، انظر انظر جمال نصح الصحابة رضي الله عنهم وكمال فقههم. قال إن العلم كثير، كتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لجماعتهم، فافعل. مشيرا رضي الله عنه أن من وفق إلى هذه الثلاث، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، من وفق للسلامة من هذه الثلاث، الوقوع في الدماء أو الأعراض أو الأموال، فقد أوتي خيرا كثيرا وفقها عظيما. قال إن العلم كثير، فإن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لجماعتهم، فافعل. قال وشرب المسكر خمرا أو غيره من المخدرات والمفترات وغير ذلك المذهبات للعقول، والخمر أم الخبائث ومجمع الشرور، لأن من يتعاطى الخمر ويشربها تجلب له شرورا عظيمة وجنايات متنوعة، بسبب أنها تذهب عقله، بسبب أنها تذهب العقل، وذهب العقل يتصرف تصرفات كثيرة، وهو لا يعي ولا يعقل بسبب هذا الذي تعاطاه وشربه. ولهذا كانت الخمر أم الخبائث ومجمع الشرور، وهي من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال ولعب القمار وهو الميسر، ولعب القمار وهو الميسر، والقمار مبني على المخاطرة، على المخاطرة بالأموال، وفي القمار تضيع أموال وتؤكل أموال بغير حق، تضيع أموال من أناس، فكم من أناس قامر بماله كله وذهب ماله كله في لحظة واحدة، وكم من أناس حصلوا بالقمار أموال طائلة لكن بغير حق. فمن حصل أموالا بالقمار فأكله لها أكل بغير حق، ومن ضيع أمواله في القمار أيضا مسؤول عن هذا التضيع لماله في تعاطيه لهذا القمار الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، وهو من أكل الأموال بالباطل
ومما جاءت التحريم الشريعة بتحريمه والتحذير منه، وبيان أنه من عمل الشيطان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال: والغيبة. والغيبة عرفها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بذكرك أخاك بما يكره، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فشبه غيبة الشخص بأكل لحمه ميتا، تبيانا لشناعة الغيبة وعظم خطورتها، وأنها من الأذى، من الأذى للمؤمنين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيجب على المسلم أن يحذر من أذى إخوانه المسلمين بأي نوع من الأذى، ومن ذلكم الغيبة. وقد جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده امرأة قيل تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا وتؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. وذكر له امرأة لا تقوم من الليل، امرأة تصلي المكتوبات وتصوم الفريضة وتتصدق بأثوار شيء قليل، قال: ولا تؤذي أحدا، قال: هي من أهل الجنة. قال: هي من أهل الجنة. فإذاء الناس باللسان غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء، هذا من الموبقات العظيمة والمهلكات. قال: والنميمة. والنميمة هي القالة بين الناس، نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهم. والنمام من المفسدين في الأرض، بل قال بعض السلف وهو يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. النميمة من أخطر ما يكون في المجتمعات، إيقاعا للفساد ونشرا للعداوات وإيجادا للبغضة بين المتحابين، فهي خطيرة جدا. وجاءت الشريعة بتحريمها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. قال: وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه التنبيه إلى أن ما ذكره رحمه الله إنما هو إشارة إلى جملة من الكبائر، ليس على وجه الحصر، وإنما على وجه التنبيه على جملة من الكبائر، وأن المسلم الواجب عليه أن يكون على معرفة بالكبائر ومعرفة بخطورتها، ليحذر هو في نفسه وليحذر الآخرين من أهل وولد وجيران وأصدقاء وغير ذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا أجمعين للتوبة النصوح. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأعذنا يا ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر الشيطان وشركه وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.